تلقاهم على الاطراف وتحس محلهم، تشوف انه اللاعب حريه في التنقل، حريه، لا حريه مدروسه. هي الحريه موجوده للاعب انه يسوي يتنقل زي ما يبغى، لكن هناك حريه مدروسه وحريه فيها اهداف. انه لما شفنا مثلا شامانجا في الهدف الثاني راح على الجهه اليسرى وعكس كوره جميله على طبق من ذهب اللاعب مالونجا اللي سجل بها الهدف الثاني. التحركات هذه هي التي اربكت الدفاع وخلت الثغرات هذه. في نفس الوقت شفنا كاتانجو، في كريستوفر كاتانجو في اكثر مره نشوفوه كراس حربه رغم هو يلعب على الجهه اليسرى. كالابا شفناه في الهدف الاول لما انزلق الى خانه راس الحربه على اثر رسم تكتيكي طيب ولعبه في عمق الدفاع. نقول انه بصراحه المدرب رونار كان له شان في توظيف ونجاح المنتخب الزامبي عكس ممكن الفريق الجابوني الذي ممكن ظهر بدفاعه الصامد وتركيزه الصامد في المباراة الأولى لما فاز على الكاميرون، لكن ضد تونس واليوم لم نرى فريق قادر باش يصنع كرة، لم نرى مثلا لاعب على أروقة، وممكن الحاجة إلى كل من مودنجا وأمبروي على الأطراف الظهيرين، لم نرى كرة جميلة بكل صراحة وكرة مدروسة شفناه يلعب اللاعب.